اليوم الثلاثاء 17/8/2021 تم بحمد الله تحميل 20 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتسليمها للمدريات الآتية: دمياط 2 طن، الإسكندرية 4 طن، الدقهلية 3 طن، الفيوم 4 طن، بني سويف 4 طن، الجيزة 3 طن، وذلك لتسليمها للسادة مدير المدريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة الثلاث 17/8 محمل 3 طن لحوم صكوك أضاحي متجه إلى مديرية أوقاف الدقهلية. 17/8 محمل 3 طن الجيزة.